في محافظة أسوان بيتم تنظيم فعاليات معرض أيادي مصر للحرف التراثية بمشاركة 20 محافظة. المعرض بيستهدف عرض المشغولات التراثية والحرف اليدوية وتسويقها بشكل مميز وكمان جذب الزوار والسياح بالمحافظة. في أسوان بيتم تنظيم فعاليات معرض أيادي مصر للحرف التراثية واليدوية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. المعرض بيشارك فيه 20 محافظة وبيقدم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام العارضين من المصنعين للحرف اليدوية والمشغولات التراثية المتنوعة لإنجاح الفعاليات وتحقيق العوائد الإيجابية ليهم من خلال التسويق الجيد لمنتجاتهم اللي بتتميز بالجودة العالية. بيشتمل المعرض على حالة من التنوع المتميز للمنتجات من مختلف المحافظات المشاركة، وبيشهد إقبال كبير للتعرف على الطراز والطابع اللي بتتميز بيه كل محافظة بجانب خفض الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية. ولن يتوقف المعرض على الزائرين من المصريين فقط، بل تم العمل على استقدام ودعوة الرحلات والأفواج السياحية لموقع المعرض اللي تم اختياره بحديقة بلازا درة النيل، وتحول لمزار سياحي لما يمتلك من أعمال راقية في التصنيع المحلي تم تنفيذها بفكر إبداعي وابتكاري متميز. وبعد تحقيق حالة مميزة منذ تدشين المعرض، تقرر مد الفعاليات ليوم الجمعة المقبل بناء على رغبة ومطالب مسؤولي وممثلي المحافظات المشاركة.